هخش في السؤال كده على طول بقى علشان الواحد يحاول يجيب الإجابة الصح أو اللي هي المظبوطة زي ما بتقال. يعني كابتن سامح بتشوف الأداء، لأن احنا معلش الفترة اللي فاتت لا ما كانش أداء يليق أبدا بالنادي الأهلي، ما كانش ده المتوقع من الفريق بتاعنا. دلوقتي في طفرة كبيرة جدا حصلت وكلنا سعداء بيها وعندنا أمل في اللي جاي. هل السبب راجع ليه أن أنا ابتديت أركز أكتر، ولا أن أنا ابتديت أختار مدرب مختلف؟ أن أنا طبعا يعني جبت مدرب مختلف وأجنبي، وجبت صغار سن مختلفين برضو وفي منهم محترفين وضمتهم للفريق. هل ده السبب وراء هذه الطفرة اللي حصلت، ولا الموضوع راجع لإيه؟ هو بص حضرتك، هو الموضوع ان المدرب الجديد ده كان حاله جديده داخله على الفرقه. احنا عندنا طبعا عناصر في الفرقه، عناصر كلها سنها صغير وعناصر واعده كلها في المنتخبات لابطال عالم واللي تالت عالم. فالمدرب اللي جه ده عمل توليفه من اللعيبه مع بعض، زائد الفتره اللي فاتت الحاله النفسيه بتاعتهم، المعسكر اللي راحوه المنتخب ده في المغرب قصدي، لم اللعيبه حواليه وادى دافع للعيبه، فبالتالي دي اصبحت هي دي النتيجه. الحاله النفسيه بتاعت اللعيبه بقت عاليه. الماتش اللي كسبوه ده رفع حالتهم النفسيه، كان بقالهم فتره كبيره ما بيكسبوش الزمالك، فده ادالهم دفعه، واللعيبه نفسها حست بنفسها خلاص ان انا ممكن اكسب بقى خلاص. فدي هتبقى المرحله اللي جايه، هتبقى يعني مرحله متقدمه بالنسبه لفريق النادي الاهلي. يعني التناغم بقى موجود، بقى فيه زي ما بتقال تيم، بقى فيه روح التيم. يعني مش لعبه فردي، الروح. واحنا بنتكلم على الرياضه في الفتره الاخيره لوحدها، لو هنتكلم على المنتخب بشكل عام، منتخب مصر، لا في تألق ملحوظ الحقيقه، وفي اداء محترم جدا. فغريبه ان ده كان غايب عن لعيبه النادي الاهلي ولو حتى لفتره، بس ازاي ده كان حاصل وليه ده كان حاصل؟ وبص حضرتك، ده كان حاصل لان انت عندك لعيبه الزمالك كلها، عندك 6 لعيبه منتخب مصر اساسيين في 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 منتخب مصر. تمام. فعندهم الزمالك لامم كل اللعيبه الجامده في مصر، صغيرين وكبار. اوكي. فعشان انت تعدي المرحله دي كان محتاجه شغل جامد. يعني الفتره اللي فاتت كان في شغل، بس انت من يعني مفيش توفيق، مش عارف توصل. المدرب الاجنبي ده حاله جديده بالنسبه للعيبه كطريقه تدريب او كنفسيا كفكره. فلم اللعيبه كويس، وعمل وظف اللعيبه كويس، فالطفره اللي حصلت دي والمكسب ادى اللعيبه دفعه واداهم روح، كان بقالهم كتير اول ما بيكسبوش. فالفتره اللي جايه هتبقى روحهم عاليه، هتبقى نفسيتهم مستريحه، طريقه اللعب بتاعتهم مختلفه، فهنشوف ان شاء الله فريق الاهلي الفتره اللي جايه حاجه مختلفه ان شاء الله.